كده غلط والله، والله غلط، والله غلط، والله 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 من جد غلط يا اخي. انت شايف، انت شايف الوضع ده؟ متعبين ولا متعبين ديل؟ كيف نسحب عليهم؟ متعب انك يشوف جوال الحين ترى. بالله يا صدق ما شفتوا جوال؟ والله ما شفنا ابدا ابدا. مين اللي يبغى كذا مشتاق يكلم امه او يكلم الله كله؟ والله والله صدق ما كلمته ابدا احد. والله كلم احد والله، والله مقطوعين والله، والله الحين طفشنا من بعض من كثر ما كنا نسولف. طيب مين بيدق الحين على امه يكلمها؟ انا 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 مستعجل. لا انت كلمت اختك خلاص. ايش سلامات والله النبي صلى الله عليه وسلم وصى بسابع جار. تستاهل والله. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بسابع جار. هذا الرجال جاري تدق على الوالد تكلمها الحين؟ اي والله تقول الوالد. اي والله تكلم الحين. حافظ رقم جوال بدق على الوالد. ادق على الوالد. يلا دق على الوالد. ها والله يبيض وجهك. يلا اعطينا اعطي. ما يجي خصم انت هنا، ما يجي خصم معي، ما يجي خصم باذن الله. لا تخاف، لا تشيل هم. بقول لكم شيء، بقول لكم شيء بس بس خلوها، ما ابغى احرق المفاجآت. كل اسبوع عندي مفاجأة لواحد منكم باذن الله. الو على طول رد رد رد. ها ارفع الشغل سبيكر. الو هلا ابو عبد الله. السلام عليكم. خل خلي يجيك. الله يمسيك بالخير. ارحب. الله يعافيك. مساك الله بالخير. الله حيه. كيف الحال نفداك؟ عساك طيب. طيب ان جارك طيب. وش اخبارك يا ابو عبد الله؟ ترك على الهواء الحين. انت مبادره من ابو عباس. الله يبيض وجهه وجه من يسمع. طيرها قدره. يبيض وجهه. حياك الله. يا مرحبا. يا اهلا وسهلا. ابو عايض يا مرحبا. يا اهلا وسهلا. يلا حيو. يا مرحبا منورنا وننتظر ان شاء الله زيارتك لنا في يوم من الايام في القريه. الله يرفع قدركم. راضي عن راضي عن اداء اسمه راضي عن راضي عن اداء عايض؟ ما شاء الله تبارك الله. كله زملاء الله يوفقكم جميعا والله. الله ينفع بهم كلهم. بس عايض بالذات راضي عن اداؤه. ترى ممكن اطفي السبيكر واحطه في اذني عادي. قول اللي تبي. والله حسب مجهود. الله يوفقكم جميعا وراضي عنه وعلى زملاء. الله يوفقكم جميعا. الله يعطيك العافيه ويسعدك. ونحتاج كذا بس لو تعطي كذا يعني نصيحتك للشباب المتسابقين ولعايض اولهم على عجاله. الله يوفقهم ويسعدهم وادائهم ما شاء الله تبارك الله. والله ما عندي شيء الا بالله يوفقهم ويسعدهم. الله يسعدك ويجزاك خير. دام المجهود الله يبيض وجيههم جميعا. شكرا. الله يرحم والديك ولا يهينك ويجعلني فداك. سلم يا سلمك ياهم كل باس. الله لا يهين. تحيه تحيه لابو عايض. شكرا لك يا ابو عايض والله يعطيك العافيه. وبلغ تحياتنا لكل الاهل. الله يخليه لك. طبعا بلغهم بلغهم التحيه جميعا. لا تنسان اليوم من دعائك اليوم جمعه. ادعي العايض. ها انا متفائل انه عايض بيوصل للحلقه النهائيه بس ما ادري وش بيصير يعني في هل بيفوز او لا. دعواتك ان شاء الله. طبعا الوالد الله يحفظه ويحفظ من يسمع قدوتي حياتي. صاقل شخصيتي من يومني صغير. محمل المسؤولية من يومني صغير. الله يرفع قدره ويطول عمره ويجعله يسلم. طبعا الوالد صقار وفارس وخيال ويجعله يسلم ويسمع. ما شاء الله. والله ونعم يا ابو عايض. وهذا الشبل من ذاك الاسد. الله الله يسعدك ويعزك. وان شاء الله بتوصلك هدية من هشاب من عندنا صمغ عربي على كيف كيفك. الهدية نوعكم. الله يبيض وجهك. الله يسعدك. الله يسعدك ويجزاك خير. علمنا فين رحت السودان. والله طلعت ل جهة شندي وعضبرة و ما شاء الله ديرتنا. جهة الشمال ابو ضلوع ما شاء الله. طيب انت ما جيتنا جيتنا في حلتنا عديل. ما شاء الله يسعدكم الله. والله ونعم والله ونعم فيك ونعم فيك. الله يسعدك ويحييك. باخذ ان شاء الله البيانات من عايض وان شاء الله بيوصلك الطلب خلال الاسبوع الجاي. يا اهلا وسهلا فيك وشكرا لك. توصلك هديه ان شاء الله من هشام من عندنا. يعطيكم العافيه. شكرا شكرا لك. الله يحفظك. بيض الله وجهك. السلام عليكم. دعناك الله. سلام لي على ام اياب. ابشر ابشر يا ابو عبد الله. الله يسلم لك. الله يجزاك خير. السلام عليكم. بيض الله وجهك ابو وجهك يا حبيبي. بيض الله وجهك. حياكم الله. مع هشاب ما في حد مع هشاب ما في زول خسران.